دلوقتي ان شاء الله هنتكلم عن البروزوا. البروزوا ده عباره عن فايلم من الاكواتيك انفرتبريتس. معظم السبيسيز بتعيش في التروبيكال ووترز، وفيو في الاوشانيك ترينشز، والاذرز بيعيشوا في البولار ووترز. الكولونيز منه بتاخد اشكال مختلفه، زي الفانز، زي البوشز، زي الشيتس، والكلاسيفيكيشن بتاعها زي ما انا شايف قدامي كده. الاناتومي بتاعه بقى، بتاع البروزوا، بيكون عامل ايه؟ هو عباره عن هو بيسيف الفود بارتكلز اوت اوف الووتر باستخدام بعض التراكتابل لوفوفور. ده عباره عن كراون من التنتكلز بتبقى لايند ويز سيليا. التشيلستوماتا ده عباره عن مينرالايزد اكسوسكيلتون، وبتكون من سنجل لاير شيتس، وبتعمل انكراست اوفر سيرفيسز. الايفري وان بيكون عباره عن يو شيبد جات. الجات بتاعته بيكون عباره عن يو شيبد زي ما انا شايف كده قدامي، والماوث بيكون داخل الكراون بتاع التنتكلز زي ما انا شايف في كده، والانس بيكون اوتسايد للخارج وبيكون قريب زي ما انا شايف من الماوس. اللوفر والماوس بيكونوا عباره عن تيوب، وبسميه انفيرت لان هو بعد كده تيرند انسايد اوت اند وذدرون انتو ذا بوليبايد rather like the finger of a rubber glove. اللي بعد كده الاتشيودرمس او الاتشيودرماتا او الاكينودرماتا بيكون فايلم من المارين انيمالز. دي بيكون فاوند في الافري اوشن ديب. الفايلم الاكينودرماتا فيها حوالي 7000 ليفينج سبيشيز، وبيكون سكند لارجست جروب افتر كورداتس، وبتكون عبارة عن اللارجست فايلم اللي بتكونش فيها فريش ووتر او تريشر ريبريزنتيتيفز، او ما بيكونش فيها حاجه موجوده في اللاند. الورد بيجي من كلمه الجريك نيم اتشوديرماتا اللي بلولر اوف اكينوديرما او سباين سكين، يعني السكين نفسه بيكون عليه سباينز. اللي فيه تو دومين في الاكينوديرماتا بيحصل لهم اوركنايزيشن، منهم الستار فيش او البيتر ستارز، والسي اورشنز، والسي كيمبرز اللي هو خيار البحر، او السو اورشنز اللي بيسموه اللي هو انفد البحر، والستار فيش اللي هو نجم البحر. ممكن اقسمهم او كلاسيفيكيشن بتاعه بيكون زي ما انا شايف قدامي كده. اللي بناخد مثال منه اللي هو عباره عن نجم البحر ده، الماوس بتاعه بيكون على الاندر سايد او في الاندر سايد في تحت زي ما انا شايف الجزء التحتاني. بلاقي عندي الفود بيدخل زي ما انا شايف كده، بيخش جوه الاستومك، ومن الاستومك بيخش جوه الانتستين، وبيكون في الانتستين في عباره عن دايجستيف جلاند اللي بتهضم او اللي بتكون مسؤوله عن هضم الاكل اللي هو الفود. بعد كده عندي اللي بلاقي عندي الدايجستيف جلاند بتكون موجوده في كل دراع من الدراعات بتاعه السي ستار. الدايجستيف جلاند دي بتعمل تفرز سكريشنز او الانزيمز، وبتعمل ابسوربشن للماتش نيدد نيوترونز فروم الفود. بعد كده السمول انتستين رانز فروم ذا سكندري ستومك تو ذا اكسترنال بورت، تمام كده، اللي هو من خلاله بيطلع الويست اللي هو عبارة عن الانس، بيكون موجود في السنترال ابر بارت من البادي. يعني بلاقي ان الماوس من تحت وان الانس بيكون موجود عندي من فوق. بعد كده الدايجيشن بيكون في السي ستارز انتستين، والويست بيحصل لك سكريشن من السي ستارز انس زي ما انا شايف كده في الابرال سايد من البادي. بعد كده عند الفيش بتكون evolved very different biological function from other large organisms. الفيش اناتومي بتحتوي على تو تشامبر هارت، بقى ان في عندها تو هارتس مش هارت واحد بس. بعد كده عندي في سكريتوري سيلز اللي بتطلع للميوكس وبتعمل والسويم بلادر والسكيلز والفاينز اللي هي الزعانف بتاعتها واللبس والايز. بلاقي ان الفيش بريز باي اكستراكتنج اكسجين فروم ووتر عن طريق الخياشيم. الفينس بروبل اللي هي عباره عن الزعانف بتاعتها دي بتكون مسؤوله عن الاستابيلايزيشن بتاع الفيش في الووتر. بعد كده عند الريبتايلز دي بتعمل انهابت او سي انكلود السي تورتل والسي سنيكس والتيرابينز والمارين جوانا والسولت ووتر كروكودايل، كلهم بيعيشوا في البحر ما عدا مثلا السيسنيك ده بيكون بيعيش في الشالو ووتر، بيكون في الماء البحر ده بيكون قريب جدا من اللاند.
بعد كده عندي رقم 7 اللي هو سي بيرز، ده عبارة عن مجموعة بيرز بتكون ادابتد للليفينج في المارين انفيرومنت، بيتغذى على الأسماك وبتتغذى على الشريمبس والحكينات البحرية اللي موجودة عندي زي الأباتروس والبينجوينز والجانيتس والأوكس. وبرضه في عندي رغم إنها بتعيش معظم حياتها في الأوشن، في بعض الحياة وفي بعض الطيور لقوا إنها موجودة بمسافة آلاف الأميال في الأرض، عن بعيد في الأرض. إيه بقى كده عند المارين ماميلز؟ عندي اللي هو ستيشنز اللي هو عبارة عن الويلز اللي هو الحيتان زي السبيرم ويل زي الدولفينز، زي البوربيوسز اللي هو عبارة عن خنزير البحر زي الدولز بوربيوس، واللي عندي بقى كده سيتيشنز زي البالين وولز، واللي عندي الجراي وولز والهامكن وولز والبلو وولز. عندي بعد كده ايه سورينيانز اللي عبارة عن مانس والدوجونج، وعندي برضو بعد كده اللي هو ستينر سيكاو ده بيكون عبارة عن حيوان منقرض. بعد كده عندي السيلز زي السي لايونز، وعندي بعد كده اللي هو السي لايونز اللي هو أسد البحر، وفي عندي برضو الوورس اللي هو عبارة عن كائن برضو شبيه بأسد البحر بس بيتميز بأنه بيكون عنده إنابين كبار. بعد كده عندي السي اوتر اللي هو عبارة عن ممبر من الفاميلي اللي هو بيحتوي على الويزلز والباجرز. بعد كده عندي البولر بير اللي هو عبارة عن دب القطبي، ده برضو بيقدروا يعتبروه ان هو عبارة عن مارين ماميل لأن هو برضو بيعتمد في كل حياته على السي. بعد كده مارين دراج ديفلوبمنت، نتكلم عن المارين دراج ديفلوبمنت. في الحقيقة ان الريسيرش على المارين ناتشر برودكت بتتجه على ان احنا نكتشف بايو اكتيف كومباوندز من المارين اللي اقدر استعملها في الفارماسيوتيكال بريبريشن. الدراج ديفلوبمنت من المارين بيحتاج جهد كبير وتايم وفلوس. ليه بقى؟ لان عشان اقدر اجمع من ابتداء من اول تجميعه لحد انتهاء بان انا افصل منه المركبات بيحتاج وقت ومجهود كبير جدا، وبيحتاج فلوس برضو بتكون كبيرة. عشان كده دايما الشركات هي اللي بتصرف، او الفارماسيوتيكال كامبانيز اللي شركات صيدليات هي اللي بتصرف على الابحاث دي. ده برضو بعض الستيبس اوف دراج ديفلوبمنت ناتشورال ريسورس. اول حاجة سامبل كوليكشن، لازم بجمع السامبل. بعد كده بعمل لها تيست، لازم التيست ده يكون فاست، يكون اكسبنسيف، يكون ريبريزنتيتيف. بنقي بعد كده الاكتيف منهم من السامبلز دي. بعد كده بعمل لها اكستراكشن، بعمل لها فراكشنيشن، وبعد كده بعمل فاينل بوريفيكيشن واحصل على المركبات او على المركبات الاكتيف. بعد ما احصل على المركبات الاكتيف دي ابدا اعمل لها استراكشر ديترمينيشن، احدد الاستراكشر اللي موجود عندي هنا، او لو كان محتاج موديفيكيشن بحيث ان انا اعدل الاكتيفيتي ابدا اعمل له موديفيكيشن. بعد كده استراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب، احدد الاكتيفيتي ريليشن شيب بتاعت الاستراكشرات. بعد كده الباو سينسز والسينسز والكالتشرنج، الان فيفو اكتيفيتي. بعد كده بحدد الاكتيفيتي بتاعتي، طبعا انا عارف ان هو ان فيترو بيكون اكتيف، ابدا اعمل ان فيفو، ابدا اشوف التوكسيستي بتاعته بيكون هل هو توكسيك ولا لا. بعد كده بعمل البري كلينيكال اند كلينيكال ستاديز على الدراج ده، ساعتها بيكون جاهز هو ان هو يكون دراج وابدا استعمله في الحاجه اللي انا عايز استعمله ليها. السامبل كولكشن بتكون هي اصعب، بتكون اصعب مرحله عندي في المارين. ليه بقى؟ علشان خاطر ان الطبيعة نفسها او بيئة المارين نفسها بتكون صعبة جدا ان انا اجمع منها كقاع البحر والمحيط. برضو التاكسونومي بيكون صعب جدا ان انا احدد ايه ده، او ده يتبع انهي فصيلة او نوع الجينس او السبيس بتاعه، لدرجة ان في بعض الكائنات جمعوها قدروا يعرفوا الجينس لكن السبيسيس ما قدروش يحددوه، وبدأوا العلماء او الناس يبدأوا يشتغلوا عليه من غير ما يعرفوا السبيسيس. بعد كده ان صعب قوي ان انا الاقي حاجة بتكون افكتيف او بتكون افكتيف كويسة يعني ابدأ اشتغل عليها، بالاضافة لوجود بعض الفطريات والبكتيريا بيكون والمايكرو الجي موجودة على السبونج او موجودة على الكائن المارين ده، ودي بتديني فولس ريزلت ان انا مبقاش عارف الدراج ده او النبات او عندي الاكتيف كومباوند ده هل هو جاي من المارين نفسه او هو جاي من الفنجاي او البكتيريا اللي موجوده عندي. بعد كده بلاقي عندي برضو بعض الصعوبات في ان انا لو انا حبيت مثلا لقيت في مارين اكتيف زي فنجاي زي سبونج او بريزون مثلا وعايز اعمل له كالتيفيشن بحيث احصل منه على كميه كبيره، بيبقى صعب قوي ان انا اعمل الموضوع ده علشان خاطر ما بقدرش احدد او ما بقدرش اوجد السيوتبل كونديشن عشان يحصل جروث وكالتيفيشن للمارين. بعد كده اللي صعب قوي ان انا الاقي اكتيف ميتابولايتس بيكون ديبندنت على ان انا بعمل
سكريننج ليه كمية كبيرة، وطبعا زي ما انا عارف ان الموضوع ده بيكون مكلف جدا، فلازم تكون العملية تكون فاست، لازم تكون ايكونوميك، ولازم تكون ريبريزنتيتيف. لازم احصل على الاقل على 1 كيلو من المارين ماتيريال عشان اقدر احصل على مركب، على كمية كافية من المركب ان انا اقدر احدد الاستراكشر بتاعه واقدر اعمل الاكتيفيتي بتاعته. طبعا كمية 1 كيلو جرام من المادة المارين نفسه تبقى كمية مش قليلة. بعد كده بعمل سيلكتيف اكستراكشن وسيباريشن وبيوريفيكيشن لحد ما اوصل للبيور كومباوند زي ما احنا قلنا قبل كده. بعد كده بعمل انفيترو وان فيفو توكسيسيتي زي ما انا شفت بعد كده. وبعد كده بعمل الاستراكشر، بحدد الاستراكشر موديفيكيشن، وبعد كده بعمل استراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب. الايزوليشن بروسيجر، الايزوليشن بروسيجر بتتم ان انا بجيب الماده نفسها او ال1 كيلو اللي انا شفته ده، بعمل له اكستراكشن بالسوتبل سولفنت، وفي الغالب بيكون ميثانول او ايثانول او اسيتون، في الغالب بيكون ميثانول. بعد كده المين اكستراكت ده بعمل له فراكشنيشن مع اول حاجه الهكسين، بعد كده كربون تيترا كلورايد، وبعد كده عندي الدايكلوروميثين والانوبيوتانول. بلاقي ان الكربون تيترا كلورايد بياخد عندي الموست اكتف، بياخد عندي الموست بولر فراكشن النيوبيوتانول، بعد كده عندي الكربون تيترا كلورايد، الكربون تيترا كلورايد الدايكلوروميثين، الكربون تيترا كلورايد الهيكسين. فبلاقي ان الهيكسين ده في اللوست بولاريتي ميتابولايت، اما الكربون تيترا كلورايد بيكون في الميديوم بولاريتي ميتابولايتس زي البيبتايدز وزي الديبس بيبتايدز. ودي طريقة، وزي ما انا شايف كده ده الفراكشنيشن بتاع عندي اهو، ادي الكلور اكستراكت، بعد كده بعمل سولفنت بارتشن ميثانول والهيكسين. بعد كده عندي ميثانول وميه، وبعد كده الهيكسين. الهيكسين بياخد اللو بولر او اللو بولر كومباوندز، بعد كده عندي باخد كربون تيترا كلورايد، بياخد بعد كده بعديها، بعد كده باخد الدايكلوروميثين، الدايكلوروميثين بياخد البولارتي اللي بعديها، وفي اخر حاجه الانوبيوتانول بياخد البولارتي اللي بعديها، وفي الاخر باخد بميه بياخد الهاي بولر كومباوندز. البروبلمز بقى اسوشيتد وذ ايزوليشن اوف ووتر سولوبل كومباوند زي الاباندنس اوف سولت، بلاقي ان في كميه ملح كبيره تبقى كتيره موجوده عندي، وبيبقى صعب جدا اتخلص من كميه الملح دي. بعد كده في بكتيريا اند فانجال جروس، ممكن بلاقي عندي في بينمو عندي مجموعه بكتيريا بتبقى موجوده عندي، البكتيريا والفنجاي اللي موجوده عندي دول ممكن يعملوا ديجراديشن للاكتيف كونستيتونت، يكسر الاكتيف كونستيتونت، او ان هم يدوني فولس ريزلت، لان زي ما انا عارف ان البكتيريا والفنجاي بيطلعوا حاجات ان توكسنز، ان التوكسنز دي بيكون لها انتي تيومر اكتيفيتي، فممكن انا اتلخبط زي اللوبول السكريات مثلا، ممكن اتلخبط افتكر ان انا الماده اللي معايا هي الاكتيف مع ان هي مش اكتيف. بعد كده الانزيمز، في بعض الانزيمز بعد ما يحصل هوموجينايزيشن للسبونج او للمارين اللي عندي بتحصل لها اكتيفيشن، ودي تقدر تكسر لي المركبات الاكتيف، فانا بعمل هيتنج او بعمل اوتو كلابنج علشان اقدر اعمل دي اكتيفيشن للانزيمز اللي موجوده عندي دي. بعد كده عندي الكونسنتريشن اوف اكواس اكستراكت، الاكواس اكستراكت مشكلته ان انا لو انا عايز اخلص من الميه بضطر ان انا ارفع درجه الحراره، ودرجه الحراره لو الايفابوريشن دي بيكون مشكله كبيره لانها ممكن تكسر لي المركبات الاكتيف، فبضطر ان انا اعمل فريز دراينج. بعد كده طب الملح ايه مشكله، بعمل ايه في مشكله الملح؟ انا بعمل حاجه اسمها دي سولتنج. الدي سولتنج ده اللي انا بقدر اخلص من الملح، متخلص من الملح اللي موجود عندي في المارين اورجانيزم، لان البريزنس اوف لارج اماونت من اورجانيك سولت، يعني وجود كميه كبيره من الملح بيدي فولس ريزلت في البايو اسي، وبيعمل انترفيرنس كمان اثناء الكروماتوجرافيك سيباريشن زي الجيل فلتريشن. الميثود اللي انا بستعملها، اولا حاجه الطريقه اللي بستعملها في البيوكيمستري ما تنفعش، لان لو في مركبات قريبه جدا من المولكولار ويت بتاع الملح فكمان بقدر ما بقدرش احصل عليها، او بيحصل انترفيرنس مع الملح. الدي سولتنج بيتم بان انا بعمل ريبيتد اكستراكشن، اعمل لوفرايزيشن للماده اللي عندي خلاص من كل الميه، بعد كده اعمل اكستراكشن ب ميثانول، وارجع تاني اعمل لوفرايزيشن مثلا بميثانول لحد ما اتخلص من ايه، من كميه كبيره من الملح اللي عندي. بعد كده بحطه على الماتيريال، بحصل لها فلتريشن على جيل زي ستيفاديكس جي 10 او البيو جيل بي 2، كل دي مواد بقدر اقدر اتخلص من الملح عن طريقها. بعد كده البولي اسيرين والبولي بروبيلين ده، والبولي البورس بولي ايثر تايب ريزنز، ده ممكن استعملهم لو كانت الماده اللي موجوده عندي بتكون هيدروفوبيك. تمام، الاليويشن بيكون بالاورجانيك مولوكيولز، الاورجانيك مولوكيولز بيحصل لها ريتيند او ريتاردد في الريزنز دي. بعد كده الفلتريشن بيكون خلال السمول بورز ممبرين، ويوجوالي بيديني امبرفكت سولت سيبريشن. بعد كده الادزوربشن على الاكتيف شاركول، وده بيكون برضو بارشلي افكتيف.
الكاركترايزيشن بتاع الكومباوند. الكومباوند عشان احدده، اول حاجه ان انا ارجع للجينس اللي موجود عندي والسبيشيز، واشوف ايه السكيلتون اللي موجود عندي اتفصلت من الجينس للسبيشيز ده، واقدر اقارنها بالمركب اللي موجود عندي عشان احدد نوع السكيلتون، او اشوف البروسنسس بتاع السكندري ميتابولايتس في الجينس ده. بعد كده ان انا بعمل بروتون ان ام ار، بعمل كربون ستين ان ام ار، بعمل انفراريد، بعمل يو في او ماس سبيكتر، عشان اقدر برضو اعمل كومباريزون مع الداتا اللي موجوده عندي واقدر احدد الاستراكشر. بعد كده بعمل اكس راي، لو كان المركب عندي كريستال بعمل له اكس راي، والاكس راي بيحدد لي الاستراكشر او شكل المركب في الفراغ، ويحدد الاستيريو كيمستري بتاع المركب. بعد كده هناخد الايزوليشن اوف سيلكتد باي اكتيف مارين ميتابولايتس، اول حاجه مارين سورس بكتيريا. يعني وقتها هنتكلم على بعض الكومباوندز اللي اتفصلت من البكتيريا من المارين وليها اكتيفيتي. اول واحد عندي اللي هو ميروكلورينز اي اند اف، ده اتفصلوا من ستريبتومايسس مارين دريفت بكتيريوم، بيكون نوعها ستريبتومايسس، ولقوا انه له انتي بكتيريال اجينست باسيلاس سبتيليس وباسيلاس ريزوفيليا وستافيلوكوكاس اوريوس. تاني حاجة عندي اللي هو ايه ستريبتو ديبسي بيبتايتس بي 11A و B11B، ده عبارة عن سايكلو ديبسي بيبتايتس، فصلوا من مارين اكتينومايسس ستريبتومايسس سبيشيز، السبيشيز ده بي 11 23B. ده الاثنين كومباوندز دول بيعملوا انهبيشن للبروفريشن اوف ديفرنت جليوما سيلينس، يعني لهم انتي كانسر اكتيفيتي. الميكانيزم اوف اكشن ان هو بيعملوا بلوك للسيل سايكل جي 0 جي 1 فيز، اند بيعملوا اندوسد ابتوزس، يعني بيحفزهم موت الخلايا، وده الاستراكشر بتاعهم زي ما شايف كده. بعد كده عندي السيانو بكتيريا، عندي اثنين رقم اثنين سيانو بكتيريا، عندي هوشينو لاكتام، ده عبارة عن سايكلوبروبان لاكتام ازوليتد فروم مارين سينو بكتيريا، ده له بوتنت انتي ترابينوسومال اكتيفيتي توورد ترابينوسوم بروسي. بعد كده بلاقي انه له سيجنيفيكانت سيلكتيفيتي اجينست ترابينوسوم بارازايت، ودي حاجة كويسة جدا. بعد كده عندي لاين جي بايابالينز او ام بي، ده عباره عن ليبو بيبتايدز اتفصلوا من الاوكينيا سبيشيز مارين ساينو بكتيريا، من ودي كولكتد من الريد سي، دي لهم انتي فولينج اكتيفيتي. بعد كده بنتكلم عن المارين سورسيت فانجوي. عندي اول واحد اللي هو الدايابوريسون دولز اي، ده عباره عن ايزوبرينايل ايزو اندول الكالويد، ده بيكون ازوليتد من المانجروف اندوفيتيك فانجس دايابور سبيشيز، ده له لان له انتي تبركلوزس فينوميون انهبيشن للاكتيفيتي بتاعت المايكوبكتيريوم تبركلوز بروتين تيروزين فوسفاتيز بي. بعد كده عندي اسبرجيولود اي اسبرجيولايت اي، ده عباره عن انتراكينون ديريفاتيف، ده بيكون ازوت من المارين ديريفد فانجس اسبرجيلاس لايكوس، ده له اكتيفيتي سيتوكسيك اكتيفيتي اجينست لانج ادينوكارسينوما والادلت اكيوت مايلويد ليوكيميا والهيومن بابيلوما فيروس ريتد اندو سيرفايكال ادينوكارسينوما سيل لاينز. بعد كده عندي بنتكلم عن النيو ساتيودينز اي ام بي، ده عباره عن فيوميكونيزولين الكالويدز، ده ازوليت من المنجروف دريفت اندوفيتيك فانجس نيو ساتيودينز، ده بيكون اكسبتد اجادو بيلاقي ان له اكتيفيتي اجينست اتش 1 ان 1 انفلونزا فيروس، له انتي فيرال اكتيفيتي، بيكون مور بوتنت ذان البوزيتيف كنترول اللي هو الريبافيرين. بعد كده عند السي ويدز، عند اول حاجه عند اللي هو 3 هيدروكسي 4 اند 7 ميجا ستيجمان داين 9 اون، ده ازوت من الجرين سي ويد الفا بتيوسا، ده له ان سيجنيفيكانت اند انفلاماتوري اكتيفيتي اجينست سترونج انهبيشن انتلوكين اي وانتلوكين 6 و تي ان اف الفا سيتوكين برودكشن. بعد كده عندي اللي هو الاوكتا فلوروثول اي، ده نوفل فينوليك كومباوند، ده ازوليتد من البراون الجي الشيجيا فولياسيا، ده له انتي دايابيتيك اكتيفيتي لتايب 2 دايابيتس، بانه بيعمل انكريزنج الجلوكوز ترانسبورتر فور ميديتد جلوكوز ابتيك في السكيتال ماسل سيلز. بعد كده بيتكلم على الدولابيليتي نولز اي ان سي، ده عباره عن دايتوربينز ازوليتد فروم البرازيليان براون الجي ديكتويت فافي، دي عبارة عن potential new agent for HIV therapy. بعد كده عند الفيوكازانسون، ده عبارة عن كروتونويد بيجمنت،
ده بالبراون ازويت من البراون الجي لامناريا جابونيكا، ده بيعمل انهيبيشن للان سي ال اس لو نون سمول سيلين كارسنوما، وبعد كده الجروس بتاعها. الفيكوزانسين برضه بيعمل اندوس للسيل سايكل اريست والابتوزيس. الريزلت اثبتت ان الفيكوزانسين بيكون بوتنشال دراج للبيشنت اللي عندهم نون سمول سيل لانج كارسينوما. هنا بيعمل انهيبيشن، وبرضه لقوا ان هو بيعمل انهيبيشن للجروث اوف كولون كانسر. بعد كده بنتكلم عن الفايف بيتا هيدروكسي باليسادين بي، ده ازوليتد من الريد الجي لورنسيا سناكي. ده سيجنيفيكانتلي بيعمل سبريشن للصوديوم للنيتروس اوكسيد برودكشن، والاي ان او اس والكوكس اللي هو سيكلوجينيز اي 2 اكسبريشن والسيتوكينون ريليز. الماكروفاجز يعني بيكون لها انتي انفلاماتوري بوتنشال دراج كانتي انفلاماتوري. بعد كده عندي لو ايبوكسين وي 3 بيتا هيدروكسي بيروكسي ابليسين، ده عبارة عن لوران طيب سيسكوتربينز أزوت من الريد ألج لورانسيا وكاموري، ده عبارة عن اللي هم أنتي فانجل أكتيفيتيز أجينست كانديدا جلابراتا. بعد كده السبونجز، رابع حاجة ناخد السبونجز. أول حاجة عندي فوندوبلسين إيه، ده الكلويس أزولت من سبونج ديسيليا فوندوزا، ده له سيجنيفيكانت انهبيتوري أكتيفيتي على بروتين تيروزين فوسفاتيز 1 بي، فهو بيعتبر كي تارجت لانتي دايبيتك دراج، وبرضه بيخش في علاج الاوبيزي. المونانكوستيرول بي ده ازوت المونومنكورا سبيشيز، له انتي انفلاماتوري اكتيفيتي بان هو بيعمل سيجنيفيكانت انهبيشن للام ار ان اكسبريشن اي ال 6، ويزود نوتابل سيل توكسيستي تو ذا سيلز في دوز ديبندنت مانر. بعد كده الهومو اريوثيونين، ده عبارة عن بروموتيروزين الكالويدز من الاكانثو دندوريلا سبيشيس، له انهبيتوري اكتيفيتي اجنست هيومن ريكومباينانت اي سي اتش اي، فعشان كده هو بوتنشال، هو ثربوتيك بوتنشال، فعشان كده هو له انديكيت ثربوتيك بوتنشال فور هومو اريوثيونين. بعد كده عندي اللي هو ستيلت بيبتينز اي ام بي، ده عبارة عن دي بيبسي بيبتايدز من الستيلتا سبيشيس، ده بيعمل انهبيشن للهيومن تي لينفو بلاستويد سيلز، فولو انتي فايرال. بعد كده عندي بيوفينون تبع سيسكتيربين ميثيلين كينون، ده ازوت من الهيرتشيس سبيشيز، دول بوتنت اكتيفيتي اجنست كريبتوكوكس نيوفورمانس. بعد كده عندي التينوجرين سي، ده بيحصل له، ده عباره عن الكالويد ازوت من الدندريلا نيجرا، ده له هايست بوتنسي اجنست مايكوباكتيريوم توبركلوزس. تترا برومو دايفينايل ايثر، ده ازوت من لاندينفيلديا ديندي، ده عبارة عن روبوتنت انتي بكتيريال اكتيفيتي اجينست الميسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس اوريوس. بعد كده عندي الكالورين اي ام بي، ده ازوليتد من الكالسبونجا ريزوسا، ده لو سترونج انتي تي بي اكتيفيتي، ما بيكونش ومش كون سايتو توكسيك للتي اتش بي 1 والام ار سي 5 سيلز، وبيكون دول عبارة عن سايكليك. بعد كده عندي البلس اند ماينس هيبلويد جي، ده ازولت من هبوسبونجيا ده لاتشني، ده له بوتنت انتي فانجل اكتيفيتي اجينست 3 سترينز من هوسبيتال اكوايرد باثوجينيك فانجاي، اللي هم عباره عن الكانديدا البيكانز كانديدا جلابراتا وتراتشوفايتون. الالكالويد بعد كده عندنا الالكالويد اللي هو الايزو فيستيولارين 3، ده ازولت من الابلسنا الريفوبا، ده بيكون عباره عن دو انتي كانسر اكتيفيتي انه بيعمل اندوس للابوبتوزس بانه بيعمل انهبيشن للدي ان اي ميثايل ترانسفريز. بعد كده مانانفليكتين اي، ده ازوليت من هايمان سايدون سبيشيز، ده لو بوتنت انتي مالاريال اكتيفيتي اجنست بلازميديم فالسيبرام اللي هو عباره عن الكلوروكين ريزيستنت بلازميديم فالسيبرام.